اسمك ايه؟ اسمي محمد عطيه رمضان. عندك كام سنه؟ 57. النهارده انت جيت رغم انك ضرير يعني وشاركت في الاستفتاء، هل شايف ان ده واجب وطني علينا كلنا ننزل ونشارك؟ واجب وطني فتره يلا. تمام. مش عايزنا احنا فتره يلا. تمام. احنا عشنا الدنيا خلاص، احنا عيالنا اللي جايين بعد كده. تمام، شايف ان البلد الايام الجايه بقى احسن وحالها افضل فعشان كده شاركت؟ عشان كده جيت. تمام يعني. والله تعبان ومريض ربنا على البوق. تمام تمام. شايف النهارده في مساعده كبيره من ليك من رجال الشرطه وحضرتك داخل يعني. كل الناس بتساعد بعض. تمام تمام. شكرا لحضرتك.